لما نيجي نتكلم برضو في الإجهاد، هو الإجهاد هو اللي ضيع الخمس فرص اللي في الشوط الأولاني؟ هو بصراحة التصريحات بتاعته غريبة جدا عن موضوع لا، الإجهاد ما ده. أنا بص، أنا ده أنا حقك اللي بشرح أنت حاجة، بتتكلم، بص حقك، أنا لا بشرح حقك حاجة اللي أنت بتتكلم للمشاهد فيها. عشان بس إيه، أنا ما بحبش أسمع الكلام واخده كده وأكبر دماغي. أنا مش ضد لا الراجل على لا، فكرة، على بالعكس فكرة عايز أقول لك حاجة، حتى الآن أنا بقول لك عليه مدير فني محترم، لكن هو تحس ان تركيزه بقى اقل من التركيز الموسم على الماضي. فكرة هو اللي ادانا فرصة ان احنا انا نتكلم بس من بقول لك الموضوع. عشان احنا لما بنسمع انا بعلق على التصريحات، لا فانا بقول للناس، بقول وجهة نظري والناس هي اللي تقرر. انا ما اعرفش، ممكن يكون انا غلط، لكن انا بكلمك في حاجه، الاجهاد هو اللي ضيع خمس فرص في الشوط الاولاني. انت لو كنت جبت هدف واحد في الشوط الاولاني وكسبت 1-0 كنت هتجيب سيره الاجهاد؟ ما كانش طبعا هيحصل. لا. انت عندك مشكله كبيره في ضياع الفرص كتير جدا، خمس فرص الشوط الاولاني وخمس فرص منهم ثلاثه سهلين. طب دي يسأل عنها المدير الفني ولا يسأل عليها اللعيب؟ لا يسأل عنها اللعيبه، لان المدير الفني دوره ان هو يشتغل يوصلك، ويوصل يوصلك اللعيب طبعا. للمرمى. فانت وصلت ضيعت، ده بعدم تركيز من اللعيبه. لكن ما يبقى انت ممكن تقول ايه، عدم تركيز من اللعيبه في ضياع الفرص هو اللي ادى للنتيجه دي. ماشي معاك في التصريح ده، لكن ما تقولش اجهاد بقى، ما هو خمس فرص وفيها فرص سهله مش صعبه. كانت جوه 18 اصلا. ما انا بقول لك لما نيجي نتكلم برضو على الاجهاد، رامي ربيعه وياسر ابراهيم، احنا اتكلمنا هما بيغاروا على محمد عمنا، يعني الاثنين عملوا روتيشن كذا مره، يعني ما عندهمش اجهاد. اللي عنده اجهاد هو محمد عمنا المفروض، ودلوقتي مش هو اللي بيلعب. مش بيلعب. لما نيجي كان عندنا مروان وكوكا، طب لو مروان عنده اجهاد، ايه رايك في كوكا؟ لما بيلعب بيلعب كويس، حط انت كوكا اهو. بص انا بحل لك تمام. عندك قفشه، اصلا قفشه ما كانش بيلعب باستمرار، يعني قفشه يا اما احتياطي وبينزل يا اما بيبدا وبيخرج، فما عندوش برضو اجهاد تمام. عندك ديانج برضو ريحه، يعني عمل روتيشن معاه. امام عاشور حتى لما نزل، امام بقى له فتره برضو ما مش فتره طويله، لكن برضو جاي عليه ايام ريح. كهربا كان موقوف في الدوري ما كانش بيلعب، يعني ما عندوش اجهاد. فمش عايزين بس نصدر كلمه، هو ما حدش صدق على فكره. هو خد بالك ما انا بقول لك عشان هو برضو الناس تفهم يا جماعه، تصريحات مش دي من التصريحات دي التصريحات. تصريحات مستر كولر بعد المباراه وقبل المباراه ايوه امبارح، وانا عقبت عليها على الكلام ما انا ده بقول عشان لك برضو الناس عارف. تبقى فاهمه. احنا ما بنجيبش تصريحات من عندنا، يعني مثلا مش جايبينها من على المواقع، لا دي تصريحات صوت وصوره بعد المباراه، فكابتن وائل ما انا بيتكلم بقول لك عليها على موضوع الاجهاد. عارف بقى يعني ايه جهاد واحنا بتوع كوره واحنا الثلاثه، يعني 11 واحد لعبوا 10 مباريات متتاليه في ايام قليله. 10 مباريات متتاليه في ايام قليله، يعني كل 3 4 ايام مباراه، ولا انا غلطان في صح الحته دي؟ طبعا. 11 لكن انت فين؟ هم مفيش.